بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه الكرام محبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الايمان فلا يعد من المؤمنين من خلا قلبه من حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان، وكل مؤمن يجب أن يكون قلبه مشغوفا بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين العلماء يقولون ان هذا الحديث الشريف من جوامع كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحب او المحبه يقترن بها شعور يختلف بحسب الشخص الذي نحبه فالوالد اذا احببناه فانما نحبه محبه مقترنه بالعظمه والاجلال والوالد اذا احب ولده فانما يحبه محبه مقترنه بالعطف والاشفاق والانسان اذا احب الناس فانما يحبهم لما يجده منهم من طيب اخلاق ومن حسن تصرف او من حسن معاشره فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا الى انه يجب على المؤمن ان تكون المحبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد من محبه الولد لوالده والوالد لولده ومن محبه الانسان لاي مخلوق على وجه الارض لانه ليس احد من اهل الارض ولا من اهل السماء اعظم فضلا على المؤمن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي بلغ رساله ربه وهو الذي هدى الله تعالى به بعد الضلاله وهو صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع في الاخره حينما يلود الناس بكل الانبياء فلا يجدون الا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملاذ فلذلك يا معاشر الموحدين يجب على كل موحد ان يكون قلبه مفعما بمحبه سيدنا رسول الله وان يكون قلبه في اشتياق دائم الى لقيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي السبيل الموصل الى الله رب العالمين سيدنا ثوبان رضي الله عنه وارضاه كان مولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدا عليه تغير اللون وقد بدا عليه الحزن والضعف فساله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك لم هذا الحزن الذي يبدو عليه ولم هذا الضعف الذي يبدو عليه ساله النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره سيدنا ثوبان رضي الله عنه وارضاه، وقال يا رسول الله انني لا اطيق صبرا على فراقك، وانني اذا فارقتك اشتقت اليك، وانني اذا دخلت الجنه فاني اكون في منزله ادنى من منزلتك لانك يرفعك الله تعالى في مقام النبيين، وانني اذا لم ادخل الجنه كان احرى الا اراك. كان هذا سببا في حزن سيدنا ثوبان هو لا يحزن لانه لا يظن انه لا يدخل الجنه وانما هو يحزن لانه يخشى اذا دخل الجنه لا يلقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى قوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فاطمان لذلك قلب ثوبان سر الوصول الى الجناب العالي حب النبي محمد والالي تعطى القبول وترفعا لجنابه وتنال ما ترجوه من امالي هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين